انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر حرية الدين والمعتقد الذي يقام بالتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وبمشاركة نخبة من صناع السياسات والقرارات من كلا الجانبين. نعم، ويهدف هذا المؤتمر إلى الارتقاء بالتعاون الإنساني على مبادئ التعددية والتنوع لتعزيز احترام حرية الأديان والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. حوار وتعاون متواصل مشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي يعزز من خلال مؤتمر حرية الدين والاعتقاد والذي يأتي في نسخته الثانية ليكمل مسيرته في الحوار البناء حول حرية الدين والمعتقد وعرض النماذج والدروس المستفادة من التجربة البحرينية والأوروبية التي جمعت العلم والمعرفة والسلام. أن سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه طبعا أرسى دعائم هذه المثل والقيم المتميزة العالمية الإنسانية في مملكة البحرين بما جعل هذه المملكة نموذجا يحتذى به في هذه القيم، ولذلك الوفود الموجودة اليوم في مملكة البحرين وفود طلابية وغيرها في الواقع اطلعت على هذا النموذج الدولي المتميز. أنا سعيد لأن أكون ضمن هذه المبادرة البناءة وممتن لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لإعطائي هذه الفرصة لمشاركة الأفكار في هذا المجال، وأشكر مملكة البحرين على التزامها التام بهذا الملف الهام. مملكة البحرين لها دور كبير وجهود يشهد لها في نشر التعايش وترسيخ في كثير من الأمور، فيعني مثلا على سبيل المثال في التعليم يعني المناهج فيها الكثير من الأمور وليس فقط منهج المواطنة وهو أهم المناهج اللي ترسخ هذه المفاهيم، ولكن كذلك في المناهج الأخرى اللي لها علاقة بهذا الموضوع بحيث أنه يكون الطالب أو المتلقي يتعلم هذه الأمور بحيث أنها تكون بديهية في حياته المستقبلية. هذا المؤتمر الذي يقام بتنظيم من قبل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين يناقش بشكل شفاف كل التحديات العالمية وقضايا حرية الدين والاعتقاد، ويأتي ليفعل دور المجتمع المدني من أجل المساهمة في نشر القيم الإنسانية ودعم الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف والتطرف. قطاع التعليم له دور كبير في إرساخ هذه المفاهيم وهذه القيم، قيم التسامح والتعايش السلمي مع الآخر. سعيدين يعني في مملكة البحرين أن تحتضن كافة الديانات وكافة التوجهات في حوار يثري المجتمع ويقدم رسالة واضحة للمجتمع على مستوى العالم أنه مملكة البحرين مملكة السلام، مملكة المحبة. لقد رأيت أن التعايش السلمي متحقق على أرض الواقع في مملكة البحرين، واستفدت الكثير من خلال حديثي مع المشاركين. أرى أن البحرين مثال للتعايش مع الجميع. هذه فرصة رائعة للتعاون بين الأمم والأديان، وتعلمنا الكثير من تبادل الأفكار والمواصلة في تعزيز هذا الأمر. جهود مملكة البحرين مستمرة في إيصال رسالتها الحضارية إلى العالم أجمع كنموذج رائد في مجال احترام الحريات والحقوق، وتؤكد استضافة هذا المؤتمر المكانة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها المملكة كنموذج عالمي رائد وما تملكه من تجربة فريدة من نوعها في مجال حماية الحرية الدينية واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار مبادئ الدستور وسيادة القانون. تستمر مملكة البحرين في نشر السلام والتعايش لتعزيز الحوار المنظم ولتعميق الفهم لحرية الأديان في شتى المجالات وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.